أي شيء بجوار السياج؟ لا شيء، لكن لما ركبنا الأول حتى دخلوا بالفعل يعرفون خطوة هذا المكان. تبت كان عملية روتينية. الطريق سهل جدا، لكن ترينيتي يتوقعون أن نمشيهم. أعرف أنني قمت ببعض الأعمال المشكوك في شرعيتها، وأعرف أن هذا لا يسعدك، لكن لم يكن من الممكن أن أفوت هذا العقد. كنت أحاول العمل مع جماعة ترينيتي منذ سنوات، الراتب هائل، والآن ها أنا هنا وأريد الخروج بالفعل. نحن في منشأة سوفيتية مهجورة في منتصف العدم، لا أحد يخبرنا نحن المتعاقدين الأدنى بأي شيء، لكن أعتقد أنني ربما أساعد بعض الأشخاص المخيفين حقا في الحصول على سلاح نووي أو شيء مماثل. بصراحة هذا هو أفضل سيناريو. ردوا علي إن وصلتكم هذه. لقد أنشأت قناة آمنة على الشبكة لعملية كهذه. قد تعتقدون أنهم سيكون لديهم تأمين أفضل، لكن أعتقد أنهم استأجروني لهذا السبب. العقبات. جدارية سوفيتية قديمة. عاش لينين، يعيش لينين، سيعيش لينين إلى الأبد. انذار كاذب، تم التأكيد، نحن بخير.
الأمر. الوقت ينفذ. أطلق النار عليه. سيتكلم وإلا سينزف وتسلمه. أطلق رصاصة على هذا الهدف الآن. إطلاق الرصاصة. طريقة سيئة يا وحيد. الوقت يمر. تتعمد هنا مفهوم؟ ما لم تخبرني بما أريد. معرفة لك أنت فقط، بل عائلتك كلها. الجميع سيخلص بالغرب ونحن نشاهده. الجيش الأحمر قادم. كنت أتعقبهم لأسابيع، أراقب مئات من الرجال يبنون المسخ الحديد عبر الثلج. أين هدفكم الثاني؟ فليسمعنا الحق. ليس لدينا وقت. لا